ياخذون الاوائل، واحد في ثالث ثانوي، واحد في اول ثانوي، ممتازين، واحد اسمه قبلان خير، هذا لا تاخذه يعني هو سبب المشكله، وهذا اساله. بس يعني بيعطيك معلومات يعني بيعطيك معلومات. ايوه خلينا يعرفونهم. ليش لا لا يعرفون اخبار كل شيء. وانا نحط الاسم محمد قبلان من هو في اي مصر؟ في اول ثانوي. من هو اللي خبرني محمد؟ في خطر اللي راسه وطرق. راسه وطرق يا زلمه. ايه شو اسمه؟ عمد بلانس.